اتفضلي. اهلا وسهلا حبيبتي يا مرات اخويا الجديده يا قمر. صقري كان نفسه في المحشي فعملنا له بقى تشكيله محاشي. يا اختي وصينيه بطاطس هتاكلي صوابعك وراها. وبعدين بقى، وبعدين انا نظرتي فيكي في محلها، واضح ان انت من بيت كرم. ربنا يخليك يا رب. طب بصي بقى، انا احب قبل الاكل اشرب شوربه. عينيا والنبي عشان عندي القولون الله يبارك لك، بس تعمليها لي بايديكي. استنى العصفور؟ ايوه استنى العصفور. حاضر حاضر عينيا. بس حلفتك تعمليها لي بايديكي. حاضر حاضر 10 دقايق وهتاكلي. حبيبتي حبيبتي لا خدي راحتك. إيه بصي انا بطني بتمغص وزوزة من كتر الجوع، هدخل بس الحمام. اتفضلي اتفضلي. حبيبتي يا قمر. اتفضلي اهلا وسهلا. مشيئة دي لسه عايشة؟ ادخلي يا باشا. ايه؟ ايه؟ مالك؟ اصل انا كان صار اهلي انك وانت في موتها؟ موت الله يرحمني. الله يرحمنا كلنا. انت طالعة ليه يا زينة؟ ابدا انا بس كنت طالعة ادور على الست عيشة ام غالية، بقالي كتير ما شفتهاش وكنت عايزة اسلم عليها. هشوف يا عيشة، استني لما اشوفها لك كده. دوري على عيشة؟ مش لاقيها. طالعة تدوري عليها ولا تفتشي ولا تطقصي؟ مش بس هو اتطقص عليا بس يا ست الناس، ده انا حتى ربنا عالم بقلبي فرحان لما شفت ان انت لسه عايشة. وبعدين ده انا المفروض ازعل منكم بقى عشان خبيتوا عليا الخبر الحلو ده بصراحة. يعني انت زعلتي ان انا مت وفرحانة ان انا عايشة؟ طب مش عارفة يا اختي ان مبروم على مبروم ما بيلفش. ربنا يهديكوا طول العمر يا حبيبتنا. ايه ده يا ست زينب؟ اللي طلعك هنا؟ انا سايباكي تحت، ايه اللي خلاكي تدخلي هنا؟ غالية معلش، اصل دي زينب. زينب يعني ما تديهاش ضهرك وانت مأمنة عشان هتغزك. ليه بس كده يا ست الكل يعني؟ ده كلام برضو مش كفاية ان انا طول المدة اللي فاتت مستحملاكوا وانتوا بتتنكروا لي وتعتبروني واحدة غريبة مش يعني ماليش أي لازمة في البيت، ده حتى الخبر الحلو خبتوه عليا. طب 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 أنا إيه اللي زنيني على كده؟ هو أنا ما عنديش كرامة يعني؟ أنا همشي وأقسم بالله أقسم بالله تاني بيت أخويا ده ما هخطيه في حياتي طول ما أنا عايشة. مش هتخرجي من البيت ده، أنت فاهمة؟ هتستني لغاية ما صقر يجي ويشوف صرفة معاكي، ولا تحبي أشوف أنا صرفة معاكي؟ حصل أمرك يا ست الناس. انزلي يلا، انزلي تمشي في الجنينة وتشمسي، وما تخليش بقى عقلك يوزك ويقولك إنك تطلعي بره علشان ما فيش فرد في البوابة هيطلعك. اتفضلي. أمرك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. إيه الست دي؟ غريبة قوي، أنا مش عارفة طلعت هنا إزاي. دي قالت لي تحت أنا عايزة آكل، مسافة ما دخلت المطبخ أحضر الأكل طلعت ما لقيتهاش. ما تقلقيش عشان هي دي زينب، ما تعمليش كده بنفسك عشان هو كان مكتوب لها. تعرف الواد ما هو السبب في كل ده يا غالية؟ قلت لك خلاص اللي حصل حصل، انت وضوح كنتوا سبب عشان تعرف. طب احنا هنعمل ايه معاها دي دلوقتي؟ تفتكري ممكن تروح تقول للحد او تبلغ؟ تبلغ؟ انت لو عليها زمان ابلغت اصلا، بس خايفه من فجر عشان جبانه. اديني موبايلي عايز اكلم الامن ابلغهم.